لنقاش الموضوع أرحب بضيفتنا من توسكانا بإيطاليا الدكتورة سمية دوار المختصة في الأمراض الحثيثة والإنعاش. دكتورة سمية مرحبا بك معنا. دول عديدة مضت إلى فرض الإجراءات والقيود في ضوء هذا التفشي المتسارع لمتحور أوميكرون، هل يمضي العالم من جديد لسيناريو الإغلاقات الشاملة أم ماذا؟ أظن أن العالم اليوم يتعامل مع وضعية مختلفة تماما مع الوضعية التي عشناها في العام الفارط. اليوم لابد أن نعلم أننا أمام تفشي متحور جديد، متحور أوميكرون سريع الانتشار بالمقارنة مع المتحور السابق دلتا. سرعة انتشار هذا المتحور هي 5 مرات تعادل سرعة انتشار دلتا. هذا غير موازيننا وغير حساباتنا التي قمنا بها إلى اليوم الحالي. اليوم الناس لابد أن تعلم من أن التعامل مع الوضعية الوبائية يتغير حسب المعطيات العلمية التي نتوصل إليها وحسب نوعية المتحور المنتشر. فما قمنا به من الإجراءات مع دلتا اليوم مع أوميكرون ربما ستكون إجراءات غير كافية. لابد أن نفهم أن اليوم الحجر الشامل لن يكون الإجراء الصحيح لمواجهة أوميكرون، لأن هذا المتحور لا تعمل معه سياسة صفر كوفيد. لا نستطيع أن نقضي عليه أو أن نوصل الحالات إلى الصفر بسهولة، لأنه كما قلت يعني ينتشر بسرعة كبيرة، ولأن التلقيح أيضا لا تحمي من العدوى مثل ما كانت تحمي من العدوى مع دلتا. نحن نتحدث عن العدوى، يعني عن الأعراض الخفيفة، عن انتشار الفيروس، ولا نتحدث عن الحالات الصعبة التي بفضل الله وبفضل يعني مجهودات العلماء التلقيح اليوم التي حصلنا عليها لا تزال فعالة ولا تزال ترينا أيضا نتائج مبهرة على أرض وهذا الواقع. ما أود السؤال عنه دكتورة سمية، لا شك بأنه هذا المتحور الجديد هو أوسع وأسرع انتشارا، لكن وفق التقديرات العلمية هو ليس أشد فتكا في ضوء هذه الأعراض الخفيفة التي نتابعها وفي ضوء معدلات الوفاة التي تبدو محصورة. هل يخفف هذا من معدل القلق وربما حتى الفزع لدى بعض الدول والحكومات؟ هذا ربما يجعلنا يعني نستطيع أن نرتاح وأن نفكر بأكثر تفاؤل في المستقبل، لكن لابد أن نعلم من أن متحور سريع الانتشار حتى وإن يكون يعني يتسبب في أعراض خفيفة يمكنه أن يصيب أعدادا هائلة من الأشخاص وأن يوصل نسبة كبيرة منهم إلى أن يحتاجوا للمستشفيات. وبالفعل هذا ما نراه في البلدان الأوروبية مثلا التي حصلت على نسبات عالية من الملقحين، يعني فاقت في بعض الأماكن 80% من المواطنين ملقحين، ولكن بالرغم من هذا انتشار أوميكرون حتى في فئة الغير ملقحين جعلنا نرى أيضا العديد من الأشخاص والعديد من الأعداد من المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات ويضغطون على الخدمات الصحية، وهذا هو ربما الخوف الكبير الذي نحن ننتظره يعني في الأسابيع والشهور القادمة. فإن انتشر أوميكرون بطريقة كبيرة ولم نستطع في الوقت نفسه من أن نعلي في نسبة الملقحين وأن نعطي جرعة التعزيز للجميع، فربما سوف نرى بالفعل أعداد كبيرة في المستشفيات ونضطر أيضا إلى أخذ إجراءات لربما إجراءات قمعية وإجراءات غلق مثل الشهور الفارطة. معهد الدراسات والأبحاث الدنماركي دكتورة سمية أشار إلى أنه متحور أوميكرون أطاح بخط الدفاع الأول للقاح وهو التحصين والحماية من العدوى التي ظلت أساسا محدودة. ما مدى القلق من إمكانية انهيار خط الدفاع الثاني كما يقال، وهو إمكانية الذهاب للأعراض الصعبة والقاتلة والمميتة؟ أوميكرون في الوقت الحالي وبالمعطيات التي نملكها اليوم والدراسات التي نشرتها خاصة وزارة الصحة البريطانية وأيضا تأتينا من إفريقيا الجنوبية تقول أنه متحور يعطي أقل أعراض شديدة
وأيضا نسبة الوفاة بسببه هي 5 مرات أقل من نسبة الوفاة التي لاحظناها مع متحور دلتا باعتبار نفس العدد من الإصابات. يعني هذا هو عامل ربما يجعلنا نفكر في أنه ربما لن نرى كل أعداد الوفيات التي رأيناها مع متحور دلتا ومع متحور ألفا في العام الفارط. هذا أيضا بفضل انتشار المناعة الجماعية التي اكتسبها العديد من المواطنين، سواء المناعة الطبيعية عن طريق المرض والشفاء، وأيضا المناعة المكتسبة عن طريق التلقيح. فنحن اليوم في المستشفيات لدينا 0 حالة في أقسام الإنعاش من الملقحين ب3 جرعات، يعني الذين حصلوا على جرعة التعزيز لم نرى منهم أي شخص يعني يصل إلى الإنعاش بسبب الإصابة بأوميكرون. أيضا نحن لا نرى أشخاص، نرى يعني أشخاص قليلة جدا من حصلوا على جرعتي اللقاح يصلون إلى المستشفى. أغلب الحالات التي نراها في المستشفى هي لا تزال حالات لم تحصل على التلقيح لسبب ما، أو هي حالات مناعتها منخفضة بسبب أمراض مزمنة خطيرة مثل زراعة الأعضاء أو الأورام الخبيثة والأمراض المناعية المزمنة. هؤلاء هم فئات من المجتمع لابد من أن نحميهم عن طريق تلقيح كل الفئات المعنية، وعن طريق أيضا خلق مناخ لحمايتهم مثل فرض الوقاية. اليوم الكمامات هي مفروضة على الملقحين وأيضا الغير ملقحين في الأماكن المغلقة والأماكن العمومية، هذا مهم جدا أيضا إلى جانب التلقيح. شكرا، شكرا جزيلا. وقت نقاشنا لهذا الموضوع انتهى. أشكرك من توسكانا بإيطاليا دكتورة سمية دوار المختصة في الأمراض الحثيثة والإنعاش، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا.